سمعنا بالفترات الأخيرة عن حالات احتشاء بعضلة القلب عند الشباب وحقيقة بشكل غير منطقي وكبير، وهذا الشيء صار من أكثر الأمراض القلبية المنتشرة حالياً واللي عم تكثر الأسئلة حولها وحول أسبابها. وهذا كان من أحد اقتراحاتكم على صفحة دوز على الفيسبوك، لهيك اليوم رح نحكي بشكل عام عن حالات احتشاء عضلة القلب عند الشباب وعن أعراضها وأسبابها والمضاعفات ما بعدها. تفاصيل أكثر رح يخبرنا إياهن الدكتور عمرو طرية، اختصاصي بأمراض القلب والأوعية الدموية. مرحبا دكتور. يا أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتور. دكتور نحكي بداية، شو هي حالة احتشاء العضلة القلبية اللي عم نشاهدها عند الشباب؟ هلأ احتشاء العضلة القلبية هو انسداد بأحد شرايين القلب. في عنا شرايين بتغذي عضلة القلب، بتمده بالدم بالأكسجين. انسداد أحد هذه الشرايين يؤدي إلى احتشاء العضلة القلبية. هلأ من فترة بالتسعينات أو قبل الألفين كنا وقت يجي مريض شاب عم يشكي من صدره نستبعد احتشاء العضلة القلبية تماما، ونعتبره أنه مرض بصيب الكهول أو الكبار بالعمر اللي عندهم ضغط اللي عندهم سكري، ما بصيب الشباب. فكنا يعني ما كتير نهتم إذا إجا شاب عم يوجع صدره أو عم يشكي من ألم صدري، نعتبره أنه غالبا سليم. هلأ بالآونة الأخيرة مثل ما تفضلتي زادت نسبة إصابة الشباب باحتشاء العضلة القلبية. هلأ بدك تسأليني عن الأسباب. الأسباب كثيرة، يعني عند كبار تصلب العصيدة أو تصلب الشرايين هو السبب الرئيسي للموضوع، اللي بدي له عوامل خطورة كثيرة، من الضغط الشرياني ومن السكري ومن البداني ومن عدم الحركة ومن التعصيب والستريس، أسباب كثيرة عند الكهول. بس عند الشباب ممكن يكون هو التصلب العصيدي أدى لاحتشاء العضلة القلبية إذا بلش بشكل مبكر عندهم، يعني كان عندهم شيء معين بخلي التصلب العصيدي، مثلا اضطراب شحوم الدم، في شيء اضطراب شحوم دم عائلي ممكن يؤدي إلى تصلب عصيدي عند الشباب بشكل مبكر ويؤدي لاحتشاء العضلة القلبية. بس غالبا عند الشباب في شغلات تانية بتصير عندهم بتؤدي لاحتشاء. لاحظنا هذا الشيء بأثناء فترة الكورونا تماماً. انه صار ازدادت نسبة الشباب اللي صار عندهم احتشاءات عضلة قلبية، وكان سببها انه زيادة تخثر الدم اللي صارت مرافقة للإصابة بالكورونا وأدت لاحتشاءات عضلة قلبية. هلأ في كتير عوامل تانية ممكن تكون جينية كمان بتأدي لخلل بتخثر الدم، مثل عوز البروتين S البروتين C. طبعا هاي شغلات طبية بيعرفوها الأطباء اللي عم يسمعوني، الناس العاميين ما يعني ما حيعرفوا شو، بس انه بكون في اضطراب جيني بتخثر الدم ممكن يؤدي لحدوث خسارات عند الشباب. بتيجي شغلات ثانيه كمان من الاسباب الاخرى، يعني انه يكون في تشوه بالشرايين الاكليليه عند سواء من الطفوله، يعني من اثناء الطفوله، بس ما ممكن ممكن ما يصير الاحتشاء ليصير في فتره الشباب او المراهقه. فهاي احد الاسباب انه التشوه بالشرايين الاكليليه. من الاسباب الاخرى كمان عند الشابات خاصه الحوامل انه تسلخ بالشرايين بصير نتيجه اثناء الحمل، تسلخ بالشريان الاكليلي وممكن يؤدي لاحتشاء العضله القلبيه. هلا من الاسباب الاخرى والكثير هامه بهالفتره هاي التدخين الشديد الهيفي سموكينج، يؤدي الى تشنج من اسباب الاحتشاء عند الشباب تشنج الشرايين الكليلي. الاشياء اللي بتسبب تشنج الشرايين الكليلي التدخين الشديد الهيفي سموكينج، يعني ممكن يؤدي الى تشنج مديد بالشريان الكليلي ويعمل احتشاء عضله قلبيه. الادمان على مركبات الافيون، يعني الهيروين وما شابه، كمان هاي بتؤدي الى تشنج الشرايين الكليلي وممكن يعمل احتشاء عضله قلبيه. بعض الأدوية مثلاً الأدوية الشقيقة ممكن إذا تناول الواحد كمية كبيرة من أدوية الشقيقة ممكن تسبب تشنج بالشرايين الإكليلية. الأدوية المقبضة للأوعية مثل أدوية الرشح. الشباب اللي مثلاً عم ياخذوا معالجة للأورام أو شيء، كمان هاي الأدوية الورمية كلها بتزيد نسبة احتشاء العضلة القلبية عند الشباب. تمام. طيب دكتور تحكي لنا وتشرح لنا أكثر عن الأعراض الأولية لاحتشاء العضلة القلبية عند الشباب.
هلا الاعراض احتشاء العضله القلبيه سواء عند الشباب او عند الكبار تقريبا نفس الهامش من نفس الاعراض تقريبا، بس بيكون الالم الصدري هو اعراض الاحتشاء بشكل عام، الم صدري شديد خلف القص، ممكن يكون بحس ضغط، ممكن يكون حس حرق، ممكن يحس انه ضيق نفس، تقل بالصدر، بينتشر غالبا للطرف العلوي الايسر، ممكن ينتشر للايمن بنسبه قليله، ممكن نحسه بالشرسوف او بمنطقه المعده اذا كان الاحتشاء بالجدار السفلي للعضله القلبيه، ممكن نحسه بين الكتفين بالظهر اذا كان الاحتشاء بالجدار الخلفي للعضله القلبيه، وفي انتشارات ثانيه بتكون تكون اسمها من معادلات الميه، ممكن مثلا يطلع بالاسنان الم احتشاء العضله القلبيه، ممكن بالاذان، ممكن في الام احيانا بتكون غير نموذجيه لاحتشاء العضله، بترافق هذا الالم. الميزه عند الشباب انه بيكون هذا الالم اشد قسوه، يعني عند الشباب ليش؟ لانه عند الكبار بالعمر بيكون في اوعيه تفاغريه تكونت مع العمر، في اوعيه رادفه من الا ممكن انه اذا سكر شريان تفتح شرايين صغيره احتياطيه وتصير تروي منطقه الشريان اللي انسد، فهي عند الشباب او الصغار بالعمر ما بتكون اسعه تشكلت او انه غير كافيه، فبكون عندهم الالم اشد من غيرهم، واختلاطات اضطرابات النظم بتكون عند الشباب اكثر، بتحس لانه الشاب بكون اكثر انفعال، الادرينالين عنده عالي، القلق والتوتر بيلعب دور مهم بحدوث اضطرابات النظم اثناء احتشاء العضله القلبيه. من الاعراض الثانيه لاحتشاء العضله القلبيه التعرق الغزير. بتلاقي والتعرق اهم شغله انه تعرق بارد، يعني مو مثل التعرق اللي بصير وقت اللي بكون انا مشاور او ملعب رياضه او شيء، تعرق بارد، بتدس المريض بتحسيه بارد المريض. ومن الاعراض الثانيه كمان الغثيان او الشعور بالاقياء او احيانا الاقياء اللي بيرافقوا الاحتشاء، والشحوب الشديد، تلاقي وشه اصفر، حتى بيقول لك صار وشه مثل الليمونه اللي بيكونوا مرافقين معه او كذا. كمان من الاعراض انه بحس المريض انه حاله رح يموت، بيقول لك الشعور بالاحتضار، يعني بيقول لك انا كنت عم انخنق كنت عم موت، هي احد الاعراض بيقول لك اياها المريض، انا كنت دكتور من كثر ما انه الالم فظيع والوديء النفس والكذا كنت حاسس حالي رح موت. فاعراض في طيف اعراض واسع، بس هي اهم الاعراض اللي بترافق احتشاء العضله القلبيه. الميزه بين الكبار وبين الشباب او الاصغر عمرا مثل ما حكينا انه الالم واضطرابات النظم ممكن تكون اكثر قسوه من عند البالغين. تمام. الكبار عفوا الكهول او الكبار بالعمر. تمام. حضرتك دكتور ذكرت ببدايه حديثنا مجموعه من الاسباب وعوامل الخطوره، وجئنا نحن على ذكر كوفيد بالموضوع. بدي افهم من حضرتك اكثر، كوفيد ارتباطه الوثيق بموضوع احتشاءات العضله القلبيه، كونه اخر فتره ذكرت كثير دراسات عن هذا الموضوع، حتى تم اتهام بعض اللقاحات الخاصه فيه بسبب الوفاه المبكر عند خلينا نقول الشباب بسبب احتشاء العضله القلبيه. هلا اذا بلاحظت وقت الكورونا كنا نحلل الدي دايمر. صحيح. مزبوط. صحيح. هذا الدي دايمر بدل على الفعاليه والخساريه عند المريض، فبيرتفع هذا الدي دايمر وبزيد تخثر الدم عند المرضى المصابين بالكوفيد، وهذا احد الاسباب اللي كان يعمل احتشاءات عند سواء الصغار او الكبار، بس الكبار يسبب احتشاءات عند بسبب الاصابه بالكوفيد. عاده هذا الشاب الصغير ما عنده اصابات شريانيه او تصلب عصيده يؤدي لحدوث احتشاء العضله القلبيه، فبكون الاصابه عنده نتيجه حدوث خسار بالشرايين الاكليليه، فهذا هو السبب اللي كان يعمله الكوفيد بالنسبه لاحتشاء العضله القلبيه، انه بزيد القابليه للخسار بالدم، فممكن يؤدي لاحتشاء عضله قلبيه حتى بعد دكتور بعد الشفاء من كوفيد. لذلك كنا نعطي مميعات، اذا بتلاحظي كنا نعطيهم حتى مميعات وجرعات مضاعفه، حتى مو الاسبرين، المميعات اللي بنعطيها بحالات يعني بتتطلب تمييع اكثر من انه بس تمييع بالاسبرين، تمييع هجومي، حتى نعطي جرعه مضاعفه احيانا كنا للمرضى
في حالات كوفيد مشان ما يصير هذا الاختلاط. بالنسبة للقاحات فهي بريئة من الموضوع. هلا في أدوية في اللقاحات أنا ما عندي فكرة كتير، بس اتهمت بعض اللقاحات لأنه بالآخر هي في منا مضاعفة فيروسات مضاعفة في منا، فمنا كانت تزيد القابلية له، صار في منهم صار يطلع عندهم الدي دايمر إيجابي يعني أو يرتفع الدي، فممكن يكون إنه له علاقة، بس أنا ما بقدر أجزم بهالموضوع. أي يعني بده دراسة موسعة على هالموضوع لنعرف إنه أين اللقاح وشو اللقاحات اللي عملت، فممكن يكون وممكن بدها دراسة. تماما، توسع أكثر. تمام تمام. طيب دكتور تحكي لنا شوي عن المضاعفات ما بعد احتشاء العضلة القلبية. هلأ مضاعفات ما بعد احتشاء العضلة القلبية، نسد الشريان، الشريان تأذت المنطقة اللي عم يغذيها الشريان، تمام، هاي المنطقة ما حتقوم بعملها بشكل جيد، ففي عنا ممكن السبب قصور قلب حاد نتيجة الإصابة باحتشاء العضلة القلبية. هاي الإصابة ممكن تؤدي لصدمة قلبية، هاي الصدمة القلبية بينزل ضغط المريض، بتنقص تروية الأعضاء، ممكن تؤدي نسبة الوفاة فيها عالية حتى بالعلاج الشديد. أو في عنا اضطرابات بتصير نتيجة تأذي كهربية القلب نتيجة احتشاء العضلة القلبية، فبصير في عنا اضطراب كهربائية القلب، ممكن يصير عنا تسرعات أو تباطؤات قلبية، نحتاج بطارية، ممكن يصير رجفان بطيني أو يصير توقف قلب ويؤدي ونعمل صدمات كهربائية لحتى نستعيد نظم القلب. تمام، هي يعني إن عنا نوعين، العلاقة بعضلة القلب، اختلاطات العلاقة بعضلة القلب نتيجة احتشاء ونتيجة كهربائية القلب، وكلهم هدول لازم نعالجهم بسرعة وناخذ، لأنه احتشاء العضلة القلبية حالة إسعافية لازم تتصرف بسرعة. صحيح. سواء اضطراب النظم أو اضطراب وظيفة العضلة القلبية، يعني إذا مريض داخل بصدمة قلبية أو وزمة رئة لازم نتصرف بسرعة كمان مشان ننقذ المريض. تمام دكتور، أثناء الإجراءات التداخلية اللي حضرتك ذكرتها سواء تركيب بطارية قسطرة إلى آخره، شو هي الأدوية اللي عادة يتم وضع المريض عليها؟ هلأ بالبيت لازم الواحد يكون فيه بالبيت أسبرين. أنا شكيت أنه هذا إذا عندي معلومات طبية ولو بسيطة أنه هذا ممكن يكون أزمة قلبية أو احتشاء عضلة قلبية، أنه أعطيه أسبرين وأنقله على أقرب مشفى أو استدعي الإسعاف. هلأ وصل على المستشفى، المستشفى هي بالإسعاف لازم نعطيه مباشرة، نسكن له ألمه إذا متألم، ونعطيه الأدوية المميعة الأسبرين، أهم شغلة الأسبرين بجرعة طبعاً كبيرة شوي أكثر من الجرعات العادية، ونعطيه أدوية تانية مميعة كمان حبوب، ما بعرف إذا سمعان فيها الكلوبيد وغريل، بيقولوا له الكلوبيد بيعطوهن ياهم بالإسعاف، بحملوا للمريض جرعة تحميل. وبعدين هلأ المريض عنا المستشفى فيها قسطرة أو ما فيها قسطرة، إذا ما فيها قسطرة ممكن نستخدم حالات الخسرة اللي بتحل الجلطة مثل التينكتوبليز والميتيليز والستريبتوكاينيز، هدول الأدوية اللي بتحل الخسرة، ونسبة استفادة المرضى عليهم لحل الخسرة نسبة عالية تقريبا، يعني شي 60-70% ممكن يستفيد المريض ويفتح الشريان. هلأ في نسبة ما بيفتح شريان، هدول لازم رد نعملهم قسطرة إسعافية. هلأ المريض في المستشفى في قسطرة مباشرة، المريض اللي محتش عضلة القلب خلال 90 دقيقة لازم نكون أفضل فترة زمنية هي 90 دقيقة الأولى، أنه نفتح الشريان فيها ونتداخل على المريض ونفتح الشريان بالبالون ونحط له شبكة إذا استدعى الموضوع. تمام تمام. طيب دكتور كيف ممكن الوقاية من احتشاء العضلة القلبية؟ هلأ الوقاية بشكل عام من احتشاء العضلة القلبية عند الشباب وعند الكهول، عند الكبار بالعمر بدنا نعدل عوامل الخطر، يعني مثلا المريض عنده عامل خطر سواء ضغط ارتفاع توتر شرياني، عنده سكري، عنده بدني، عنده تدخين زائد، عنده ستريس، عنده اضطراب بشحوم الدم، عنده نمط غذاء سيء، هدول لازم تغذية صحية تكون، ممارسة الرياضة، إيقاف التدخين، تنزيل الوزن، ضبط الضغط، ضبط السكري، هدول بيوقعوا من حدوث احتشاء العضلة القلبية. طبعا ما حيمنعوا تماما لانه في ناس ما عندهم كل هدول ممكن يصير عندهم احتشاء عضلة القلب. هلا عند الشباب، عند الشباب انا ما عندي مثل الكبار، انه مثلا ممكن يكون الشاب مثل ما حكينا ما عنده داء تصلب عصيدي، عنده اضطراب بتخثر الدم مثلا، هو ما بيعرف، بس بسمع انه مثلا سمعان انه خاله او حد بعيلته انه عندهم قصه عائليه لهالموضوع،
انه مات خاله بعمر صغير جته جلطه ومات، او مات عمه او مات اخوه او مات كذا، لازم هذا مباشره ينعمل له دراسه سواء تخثريه، يعمل تخطيط قلب، يعمل اختبار جيد، يعمل شحوم كوليسترول، يعمل دراسه خساريه، لانه في بعض الامراض بتنتقل وراثيا بالنسبه لاضطرابات التخثر. فلازم يعملون هدول ويفحص حاله، واكثر من كل افراد العائله اذا في قصه عائليه لهالموضوع لازم يتداركوا الموضوع ويعملوا كل هاي الفحوصات اللي حكيت عنها، تخطيط قلب، اختبار جيد اذا استدعى الامر، ايكو دوبلر، دراسه قلبيه شامله، دراسه دمويه شامله لاضطرابات التخثر. دكتور عمر طريه اختصاصي بامراض القلب والاوعيه، شكرا كثير لوجودك معنا لليوم، شكرا لمعلوماتك. حقيقة حول هذا الموضوع كان في كثير تساؤلات من الأشخاص إنه ليش هلأ الشباب عم يصيبهم هيك. صح. شكرا كثير لمعلوماتك. الله يسلمك. شكرا. شكرا. عفوا.